رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز شرح خطة العمل التي وضعها العاهل الأردني أمام الوزراء على الطاولة كي يصل بها إلى أفضل استثمارات ممكنة على أرض بلاد الهاشميين. فأكد الفايز أن موضوع توفير البيئة الجاذبة للاستثمار وتوطين الاستثمار الوطني وجعل الأردن مركزاً إقليمياً لمختلف أنواع الاستثمارات كان على الدوام محل اهتمام ورعاية الملك عبد الله الثاني. وكشف أن الملك في آخر لقاء له مع رئيس الوزراء والوزراء ذو الاختصاص في الاستثمار قال: اطلعوا برا وروحوا دقوا الباب على أي مستثمر وقولوا لهم اتفضلوا على الأردن.